هاد الرجل ساكنين ليه لأنكب في دماغه، نهار كامل ساعة على ساعة كيحس بهم وهما كيتمشاو وسط منه لدرجة ما يمكنش تشوفو شي دقيقة جلسة عادي، كيخصو ضروري يبقى يضرب في راسو وعينيه بهاد الطريقة باش يحبسو ليه من المشي، وبعض المرات كيحس بهم كيقضوه من الداخل وكيهبطو ليه في الحلق ديالو. ما خلى حتى شي سبيطار ما مشى ليه باش يلقاو ليه شي حل، ولكن في كل مرة كيكون عنده أمل العلاج الأطباء كيقولوا ليه راه ما عندك والو، وهذا الشيء كيخليه يخترع طرق ديالو باش ينقص ليه الحريق. دار كاع الحلول وجرب كاع الدوايات وبالخصوص الأدوية ديال القلب والتقطيرات باش يحيدهم راسو، كيدير راسبيراتور وكيدخلها في نيفو وتمنيت كيبدا يهبط ليه الماء عامر بأنكب صغار، وهذا الشيء اللي قدر يجبد من نيفو في المده ديال 6 شهور حيت الأنكب الكبار ما كيبغيوش يخرجوا ليه وهادو غير ولادهم الصغار، وغالبا الأنكبوش بيضات ليه تما وبداو كيتكاثروا وسط منه. هو كيقول انه القليله عنده في راسو 4 ديال الأنكب كبار وهما نيت اللي ولدوا ليه عدد كبير ديال الأنكب صغار، وبما انه الاطباء ما قدروش يعاونوه والحلول اللي دار ما قداو ليه حتى شي غرض وصل به الياس انه بدا كيفكر يحرق راسو، حيت بالنسبه ليه هذه هي الطريقه الوحيده اللي قدر ينهي بها هذا الادب وينتقم من دوك الأنكب. قبل ما نبداو الا كنتي اول مره تتفرج او لا كتفرج وباقي متردد انك دير سبسكرايب، نتمنى دير ابوني بعدا وتفعل الجرس باش تدعم المجهودات اللي كنديرو نزيد نتشجع باش نكثر من هذا النوع ديال الفيديوهات، وحاول انك تكمل الفيديو حتى الاخر حيت غادي ندير لكم قصه زايده. السيد قبل ما يوصل لهاد الحاله كان بصحه مزيانه وفيه 75 كيلو، ولكن بسبب هذا المرض اللي فيه ولا الوزن ديالو 50 كيلو. فهاد الفتره غير خسر خدمته الوحيده اللي دوز فيها 50 عام. من بعد عامين اخيرا غيقرر انه يتواصل مع خبير الأنكب واللي غيشوفو غيفحص العينات ديال الأنكب اللي تجبدوا من راسو. الخبير اول ما شاف داك العدد بقى غير مصدوم وما قدرش يصدق داكشي اللي شاف، وبغيتكم توجدوا لي راسكم مزيان السبب علاش الأنكب عايش ليه في راسو. الخبير اول حاجه بدا كيشوف الانواع ديال الأنكب، واللي تر انتباهه هو انه هاد الانواع من اكثر الانواع المعروفه واللي كتكون في كاع الديور، وفعلا فاش بدا كيقلب في الدار ديالو لقاهم كاينين في كاع القنات، وقال انه ممكن بصح يكونوا دخلوا ليه من نيفو، ولكن راه مستحيل تماما ان هاد النوع يبقى عايش وسط الجسد ديال الانسان، خاصه وانه الأنكب ماشي طفيليات يعني ما يمكنش يعيش بلا ما تاكل، وبالتالي الامكانيه انهم يعيشوا وسط بنادم صفر. السيد مسكين ما قدرش يصدق هادشي اللي قال ليه الخبير، وشاف بلي صافي دابا ما بقى عنده ما يدير، بدا كيغوت وكيقول ليه انت كتكذب عليا، كون كنتي بلاصتي كون راك عرفتيني باش كنحس، وانه ما كيحس بالمزود غير اللي مخبط به. فإلا كان الخبير كيقول الحقيقه وخونا كيقول الحقيقه، اذا شنو هي الحقيقه؟ الخبير باش يلقى شي تفسير لدوك الأنكب اللي كيهبطوا ليه من نيفو، هاد المره غيفلي الدار طرف بطرف، غيلقى بزاف ديال البلايص اللي عايشين فيهم خلايا ديال الأنكب، وبما انه دغيا كيبطل البلاصه غيفهم بلي ديك لاسبيراتور اللي كيستخدم الراجل باش يحيد الأنكب في الحقيقه فيها واحد الترعه اللي منها كيدخلوا وكيسكن وسط منها، وهو فاش كيدير لاسبيراتور في نيفو راه ماشي كيهبطوا ليه الأنكب بالنيفو، وانما دوك الأنكب اللي دخلوا من التقبه هما اللي كيهبطوا في الماء، وهو حيت ما عارفش يحسب ليه راه هبطوا ليه من نيفو. وبصح قدر يلقى بزاف ديال الأنكب اللي عايشين حدا لاسبيراتور نيت، و100% هما نيت اللي دخلوا ليه تما، لانه في الشهر ديال يناير وفبراير الأنكب اللي كيكونوا يلاه تزادوا كيحاولوا يلقاو شي بلاصه اللي يدخلوا ليها ويعيشوا فيها بين ما داز فصل الشتاء. دابا عندنا تفسير منطقي، ومع ذلك فهاد الشيء صراحه كيحبس العقل، لانه ممكنش تقول ان الخبير ما عارفش خدمته وهو متاكد 100% من داكشي اللي كيقول، وعندك انسان كبير في العمر وكيعيش في العذاب بسبب الأنكب، وغير كيوصل عليه الليل كيضوب العذاب ديالو حيت ما كيقدرش حتى ينعس باش يرتاح شويه، وكيبقى مره شاعل البيل في وجهه شويه كيخرج الزنقيش على الكارو وكيديروا في نيفو باش زعما يحبسوا ليه من التحرك. البرنامج اللي صور معاه داروا معاه ممثل مزيان، داو الاحسن مستشفى واللي ما غاديش يتفكوا معاه حتى يعرفوا مالو، خاصه وانه كاين طاقم اللي حاضر كيصور، فالاطباء والمستشفى عامه بغاو يبانوا واعرين، قلبوه مجهريا وفلوه مزيان، ولكن تقول واش الانكبوت اللي في راسو بغا يبان في المجهر، داروا ليه سكانير راسو وصدره وعاوتاني ما بان والو. الاطباء كيقولوا انه كون كانوا الأنكب وسط منه فراه كانوا غيبانوا ولو يكونوا صغار ومخبيين. هنا الشيباني جاتو البكيا وبقى كيقول لهم راه والله حتى كنحس بهم دابا نيت كيزحفوا وسط مني، وهنا غيقرروا انهم يديوه يدير استشاره نفسيه. الطبيب النفساني بدا كيديو يجيب معاه في الهضره حتى غيسولو قول لي الحاج شحال اليوم في الشهر، والصدمه انه بدا كيدخل ويخرج في الهضره وما قدرش يعرف التاريخ ديال النهار. داروا ليه اختبار عاطفي وبزاف ديال الاختبارات اخرى، والنتيجه كانت ان هذا الشيء وقع ليه بسبب النفسيه المحطمه اللي عنده. نرجعوا شويه للور فين هذا السيد غيفقد الخدمه ديالو اللي قلت لكم قبيله انه كانت فيها لمده ديال 50 عام، وهذا الشيء خلاه يعاني ماديا ويضطر انه يبدل السكنه. صدمات الحياه كثروا عليه لدرجه انه الطاقه العقليه اللي كتخلي بنادم يصبر على المشاكل سالات ليه هو. الطبيب قال انه هذا الحرق اللي جاه راه بسبب الفشل ديالو في انه تغلب على الواقع اللي ولا عايشو، وبالتالي الدماغ ديالو قدر انه يطور هذه الاليه باش يحمي راسو من الصدمات النفسيه المتكرره، واللي زاد من الحده ديال هذا الشيء انه كان كيعاني في صمت وما قدرش حتى يعبر على باش كيحس، ماشي حيت هو ما باغيش، ولكن خيبات الامل اللي تعرض ليها في كل مره فاش كيبغي يعاود لشي حد على المشاكل ديالو، وديك القضيه ديال انت ديما كتنقر خلاته يبقى سد على راسو، لدرجه انه واخا الطبيب شرح ليه مالو السيد ما قدرش يتقبل منه ديك الهضره، وبالتالي الطبيب عطاه الدوايات اللي غينقصوا عليه الحريق بين ما يعترف لراسو بالمشكل ويبغي يبدا معاه العلاج النفسي. ندوزو دابا للقصه ديال هاد السيده اللي كتعاني من الحرق في كرشها، وكتبدا تنفخ ليها الكرش
بحال الا غادي تولد. كل نهار كتكون جالسه بخير حتى كيشد الحريق وكرشها كتبدا تنفخ بواحد الطريقه اللي كتخلوها كانها حامله وغادي تولد، لدرجه انه فاش عبروا لها كرشها قبل من الحريق ومن بعد الحريق لقاو انه قبل ما يوقع لها المشكل كتكون في كرشها 77 سنتيمتر، ومن بعد ما كتنفخ كتولي فيها 91 سنتيمتر. هذا الشيء اثر عليها بزاف وما بقاتش كتقدر حتى تخرج تقطع، حيت كتخاف لا تكون خارجه ويشدها الوجع في السنقه، لانه ما مره ما جوج خرجت للسوق عادي حتى كتشد الحاله قدام الناس وكتبدا تغوت وهي ملوحه في الارض، وكيخص الناس يعيطوا ليها لراجلها باش يجي يديها. راجلها ما خلا فين داها، ولكن الاطباء فحال ديما ما عرفوش مالها. الراجل مسكين كان كيتعذب كثر منها حيت كيحمق عليها وخاف لانها تموت. ومن بعد سنوات ديال المعاناه غيقترحوا عليها الاطباء انها تمشي تشوف شي طبيب نفساني. طبيب اول ما تلقاها بدا كيسولها على التاريخ العائلي ديالها، وغيعرف بلي عانات بزاف مع باها اللي كان كيضربها على ابسط حاجه، وفاش كبرات كان كيحسب ليها بلي راه غادي تهنى من الضرب فاش غادي تزوج وتخرج من دار باها، ولكن من ظهرها العوج ما غطيح غير فراجل كفس من باها. كان كيضربها ومعيشه في الرعب حتى غتطلق منه غير بزز، ولكن داك الاذى النفسي اللي كان عندها بقات معيشه معاه، وهذا الشيء ما قدراتش تقولو لراجلها الجديد واخا راه كان ظريف معاها، حيت كانت كتخاف له مع الوقت يتبدل ويولي بحال باها والطليق ديالها. التوتر والخوف والطريقه باش كانت كتقمع الاحاسيس ديالها خلات الالم يتراكم عليها حتى غيأثر بشكل كبير على نفسيتها. وهنا راجلها فاش عرف هذا الشيء بقى فيه الحال حيت امرها عاودت ليه شي حاجه، ووعدها بلي غيدير مفجهدو باش يعيشها في سعاده. وهذا الشيء كيورينا لاي درجه ستريس وكثره التفكير والكبت ديال المشاعر يمكن ليهم ياثروا على الصحه ديالنا. الا كنتي اول مره كتسمع كيفاش يمكن الضرر النفسي يتحول لمرض عضوي، خليها ليا في التعاليق وقول لي واش فات لشي واحد كتعرفو وقعت ليه شي حاجه بحال هكا، اولا الا كنتي نتانيت.